أصدقائي أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من فقراتي ما بعرف أطبخ. اليوم أنا بدي أعملكم بيتزا خضار. مكونات بيتزا الخضار: طحين وجبنة وبندورة وزيتون وفلفلة خضرة. بصراحة مبينين كتير ذكين، وخميرة وسكر وملح وحليب ومي. تعرفوا اني انا ما بعرف اعجن، لازم اعجنهم، بس انا ما بعرف اعجن. اعجنوني. هلا بدنا نحط الخضار وبعدين نحط عليها الجبنة. هي احنا حطينا البندورة، هلا شو بدنا نحط؟ الزيتون. وهي هيك بنكون قربنا نخلص الخضار. بنمسك الفلافلة ونحطها. وهلا بدنا نحط الجبنة. بنروح نخبزها بالفرن. بتقولوا عني ما بعرف اطبخ، شوفوا والله انها بتشهي. شوفوا، عقابا الكم ما رح ادوقكم ابدا، رح اكلها لحالي. مع السلامة، شوفوني الحلقة الجاية. ولا ما بطعميكم من أكلاتي التانية.